السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم مع الكاشف. في بداية الحلقة أحب أرحب بالزميلة العزيزة الأستاذة رشا الجهيني. إزي حضرتك يا أستاذة رشا؟ أهلا بيك يا أستاذ حسين، ويا رب تكون حلقة خفيفة على الجمهور بإذن الله. ربنا يخليك إن شاء ونتمنى ذلك. ونحب نقدم لحضراتكم أبطال بطل العالم في كمال الأجسام الكابتن محمد نصر تايسون. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا محمد. اهلا بحضرتك. ونقدم لحضراتكم الكابتن عمرو موسى كمال اجسام بطوله الجمهوريه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ابناء الجيزه. اهلا بحضرتك. في بدايه الحلقه احب اسال الاستاذ الكابتن تايسون، بدات ازاي؟ والله هو انا بدات من وانا عندي 15 سنه. طبعا لعبت الاول ناشئين، بعد كده لعبت، بقيت انافس في السن الاكبر مني. وبعد كده جيت طبعا بعد ما اهلت، فجيت قمت لعب بطوله العالميه الحقيقه ليفن. يعني كم سنه يا كابتن؟ حضرتك كم سنه بقى؟ دلوقتي 30 سنه. ابتديت يعني واحد ماشي 31 سنه يعني. ابتديت وانت عندك كم سنه؟ ابتديت وانا عندي 14 سنه يعتبر. 14 سنه. بدات ازاي يعني؟ مين اللي خد بايدك؟ مين اللي ساعدك؟ مين اللي والله هو السبب في ان خد بايدي، وان هو شجعني على الموضوع. طبعا خالي يعني ليه الفضل عليا، يعني لان هو اصلا هو اللي يعني شدني للموضوع، فطبعا بتشجيعاته معايا فهو اللي خلاني ان انا يعني. بطوله العالم كانت مقامه فين؟ كانت في اسبانيا. كانت في اسبانيا. في برشلونه. كانت 2015. 2015. 2015. الفرحه كان طعمها ايه؟ والله هو طبعا كانت يعني الموضوع كان قوي جدا، فكان طبعا بتبقى ليها احساس جميل، وانا عملت تامن فيها. كانت اول بطوله عالم العبها يعني. ايه اللي استفدته من ورا بطوله العالم من دعم مادي ومعنوي من الدوله؟ والله هقول لحضرتك حاجه، هو انا ما استفدتش بدعم مادي من الدوله خالص. هو طبعا يعني الفرحه في حد ذاتها ان انا لعبت بطوله العالم دي، فدي طبعا حاجه انا افتخر بيها، وحاجه دي يعني ليا طبعا لاخواتي وكل الكلام دوت، فبتشجعني بتديني دفعه للامام يعني. لكن هي بطولة العالم ساعتها يعني ما كانش في دعم فيها بصراحة، لأن هي اللعبة أصلا حقها مهضوم في مصر. أنت حضرتك دلوقتي عامل 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 مركز يعني بتدرب فيه، ولا أنت إيه دلوقتي؟ هو أنا يعني مدرب في طبعا في جيم، وطبعا بجانب إن أنا بمرن طبعا برايفت بره والكلام دوت يعني في المجال طبعا. طيب أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود إلى سيادتكم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا، وكنا نستكمل الحوار مع الكابتن محمد تايسون بطل العالم في كمال الأجسام. كابتن تايسون، عايز تقول إيه؟ والله عايز أقول لحضرتك إن طبعا بالنسبة للعبة كمال الأجسام، يعني مثلا بيهتموا بموضوع الكورة دوت، رياضة كمال الأجسام حقها مهضوم في مصر. يمكن اللعبة يعني بدأت إن هي مثلا يبقى فيه اهتمام شوية عن الأول، يعني مثلا زي مثلا مستر إسلام قرطان مثلا بدأ ينمي اللعبة في مصر، يعني بدأ يجيب أولمبيا هنا، يعني أولمبيا إن شاء الله هتتلعب، فطبعا بدأ إن هو يشجع اللعيبة، فالموضوع بدأ يكبر عن الأول. كابتن عمرو موسى، إزيك يا عمرو؟ أهلا. أخبارك؟ احنا بس عايزين نعرف، لان في شباب كتير قوي بتتجه للعبه كمال الاجسام وبيلعبوها في اي حته وفي كل حته واعمار مختلفه، ففي اللي بيلعبها صح تحت مع مدرب او تحت اشراف مدربين، وفي اللي بياخدها كده يعني. فاحنا ممكن نعرف بس يعني انت ابتديت ازاي، وايه اللي احنا المفروض نعمله عشان ولادنا يلعبوا اللعبه دي صح؟ انا ابتديت سن 16 سنه، يعني الوقت 27 سنة سني، بلعب من عندي 16 سنة. أول بطولة القاهرة لعبتها وأنا عندي 19 سنة، لعبت القاهرة وجمهورية لحد 2019، لسه واخد بطولة القاهرة برضه خلاص. فالأخطاء اللي أنا وقعت فيها، ما أحبش إنه شاب يبقى لسه بادئ حياته في اللعبة ويتضرب. لعبتنا دي اسمها كمال أجسام مش شيل أوزان. في بعض لعيبة أول يوم بتخش في الجيم مفكرة إنه كل ما هيشيل وزن هيعمل عضلات، فالكلام ده غلط. فهنا بقى يبتدي يتضرب، ممكن يضر نفسه، يبوظ مفصله، يضر نفسه. فهنا يبتدي بقى يعني لازم يسمع كلام المدرب، يمشي صح. اهم حاجه في اللعبه بتاعتنا دي التغذيه. طب وامتى يبتدي صح
في سن كام ويبقى جسمه عنده استعداد لكده؟ من 16 سنه. 16 سنه. 16 سنه. ما ينفعش اقل. لا اقل ياخدها كرياضه، هي رياضه مالهاش عمر. لو عنده 70 سنه يلعب. نظام 50. نظام التغذيه بيبقى ازاي؟ التغذيه اهم حاجه، احنا معتمدين مصدر اساسي البروتين والكرب. بروتين؟ بروتين والكرب. يعني انا بالنسبه ليا 6 وجبات في اليوم، يعني اقل حاجه 5 وجبات فيهم بروتين ما شاء الله. يعني انت عايز اللعبه مكلفه اللعبه مكلفه جدا اللعبه مكلفه يعني. بس بالنسبه للوجبات بتاعنا مش بتبقى الوجبه مثلا كبيره مثلا زي افطار وغدا وعشاء، لا وجبات صغيره بتبقى بالجرامات بالظبط كده. ايوه اكيد. يعني فتره التجهيز بيبقى من الوضع مختلف، يعني ساعه ما كنت بجهز لبطوله الوضع مختلف، لازم يبقى عندي ميزان في المطبخ بناكل بالميزان. سواء بروتين او كرب بيبقى طعين سكر بيبقى وعيش والكلام ده كله. ما فيش سكريات خالص. لا 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 كربوهيدرات. لا الكربوهيدرات موجود بس بحدود. بحدود. تمام. مصروفه اليومي كام؟ يعني مصروف اليومي يعني كل واحد بيشتغل هنا حسب امكانياته. طبعا انا اللي بشتغل به بجهز بيه، لو عنده بطوله ممكن يشتغل سنه جهز في شهرين. لا انت بتصرف، لا انت يعني انت بتصرف على التغذيه مثلا كم في اليوم او كم في، يعني انا عايز اعرف فتره التجهيز. اقل يوم 300 جنيه. اقل يوم 300 جنيه. 200 جنيه 300 جنيه. تمام. طيب احنا معانا طبعا بمناسبه الهوجه اللي طالعه على المهرجانات واغاني المهرجانات، وان احنا بقالنا حوالي اسبوع البلد فاضيه ما عندناش حاجه غير المهرجانات، وما عندناش اي اقتصاد ولا عندنا اي حاجه نتكلم فيها خالص غير المهرجانات، كلنا فاضيين، احنا كلنا قاعدين فاضيين للمهرجانات يعني، واللي بيغني واللي ما بيغنيش والكلام ده كله. عفوا، احنا عايزين نقدم لحضراتكم فيديو صغير نقول لكم فيه ان اغاني المهرجانات بقت ثقافه شريحه كبيره قوي من المجتمع، لكن احنا ممكن نوجهها مش نقتلها. يعني ما ينفعش ان انت تيجي في مره واحده تقتل حلم ناس، هو ماشي غلط ممكن نوجهه. تعالوا مع حضراتكم نشوف الفيديو الصغير ده ونرجع لحضراتكم تاني. ايه؟ ياسين. عايز تغني ياسين؟ طيب انت عايز تغني ليه؟ عشان الناس تسمع صوتك يعني؟ طيب يلا بقى تغني كويس؟ يلا ظبط الكلام. ماشي. شاب لسه في إعدادية نزل على توك توك وردية، قال يساعد أمه وأبوه يزق معاهم في المادية، الأب خايف على ضلال قال له يابا سيب على الله، أشق طريقه وقال يا مسهل أبويا يشقى ونشقى معاه، شهامة ورجولة كانت وصيته جدع معروف وصحتته، دعا ربي يسر طريقه المتناس كانت آخرته، قال له يا بايبو كانت روح دور مكان. اعزائي المشاهدين، الـ 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 الاطفال على مستوى الكره والمراكز معظمهم كلهم يعني متقمصين عمليه الاغاني بتاع المهرجانات والمويل والكلام ده كله. احنا بنناشد المجتمع ان احنا يعني دي الحاجات اللي شغاله دلوقتي والكلام اللي شغال دلوقتي فساد اخلاقي، وان كان ولا بد وكان ليه جمهوره، الا ان الكلمات يتم انتقائها علشان ما نقتلش حد. استاذه رشا، ايه راي حضرتك في موضوع المهرجانات ده؟ والله انا ليا راي مختلف شويه. هقطعك، ندعم المهرجانات ولا ندعم كمال الاجسام والرياضه وابطال العالم؟ هو بس انا هقول رايي في المهرجانات، هو يعني انا شايفه ان ده مش فن اصلا، لا يعني لا يمت الفن بصله. ويعني شويه نقول ان هو شبه الراب شويه، بس طبعا يعني في الفاظ وكلمات ما ينفعش انها تتقال وما ينفعش اصلا الاطفال يسمعوها ولا مجتمعنا الاسلامي والمصري يسمعها. اكيد طبعا انت بتقارن بين السماء والارض، يعني اكيد طبعا لازم هندفع يعني دعم للرياضه، سواء بقى كوره سواء كمال اجسام سواء تنس سواء واتيفر ايا كانت الرياضه يعني، بس لازم يبقى في دعم رياضي. بس انا شايف ان الدعم اللي موجود دلوقتي دعم كله للمهرجانات، يعني انا شايف برضو ان كمال الاجسام وبطولات عالم الرياضه في كمال الاجسام والعاب القوه مش واخده حقها كما يجب طبعًا. ولا تسليط الضوء كما يجب. استاذ محمد اشرح لنا كده، يعني هي لعبه كمال الاجسام لعبه ام الرياضات، يعني هي الاساسيه بتاعت الرياضات كلها، ام الالعاب كلها. احنا عايزين نحيي الفنان هاني شاكر على قراره الجريء بمنع المهرجانات. تمام، ونرجو ان احنا نسمع مهرجانات بكلام اخلاقي. اتفضل يا كابتن. احنا عايزينهم يهتموا بينا احنا، ما يهتموش بالاغاني والمهرجانات،
وسايبين لعب كمال اجسام واهم حاجه الكوره، اللعبه الفرديه عموما، اللعبه الفرديه. احنا كمال اجسام كلاعيبه مصريات كجينات اقوى جينات في العالم، احنا اسياد اللعبه. يعني احنا اقوى جينات دلوقتي، بقى عندنا لعيبه بتنافس اقوى بطولات في العالم. اللعيبه دلوقتي كلها الابطال الكبيره بمعنى كلامك بتسافر بره. كمال الاجسام واخد الضوء الكامل للعبه، واخد الضوء الكامل. احنا في تفريط ضوء، احنا في كمال اجسام لا مفيش دعايه ولا في دعم ولا في اي حاجه. يعني احنا كلاعيبه مفيش اهتمام، مفيش اهتمام كله بالكوره، اي اتجاه خالص، مفيش اي اتجاه. احنا عندنا لعيبه بتطلع تلعب باسم الكويت، قاعده في عايشه في الكويت، شغاله في الكويت. اللي بيعرف يسافر بيسافر، ويطلع يشتغل بابا يلعب باسم دوله بابا. ليه ما يشجعوناش؟ ليه ما يبقاش فيه اهتمام باللعيبه ويبقى في لينا مرتبات؟ يعني الكابتن محمد نصر، انت قبل 2010 كان ليك مرتب بالنادي بتاعك ولا لا؟ الاول خالص، بعد كده طبعا ما انا بلعب بطولات من 2012، ما خدتش جنيه للوقت، بصرف من جيبي من 2012 عشان اني بحب اللعبه بس. ما بيدعمنيش الا والدي، هو اللي بيساعدني. وحضرتك بتدرب بقى؟ انا عندي جيم بدرب فيه. ما هو انا اللي بشتغل بطول السنه بصرفه لو عنده بطوله. تاخد بطوله العالم بدون اي دعم من الدوله ودون الالتفات ليك نهائي؟ لا، انا لعبت بطولات القاهره والجمهوريه ما فيش اي دعم، حتى النادي بلعب باسم نادي اتحاد الشرطه ما فيش اي كابتن دعم. كابتن تايسون برضو نفس الراي؟ لا، ما فيش دعم. ما فيش دعم؟ يعني يعني ما فيش دعم من الدوله؟ يعني ما فيش دعم؟ لا، وزاره الشباب والرياضه ما فيش دعم ولا اي حاجه. طيب كابتن، انا كنت عايز اسال حضرتك، يعني احنا عارفين ان كمال الاجسام ده المعظم بيتجهوا ليه الشباب والولاد يعني عموما يعني. وحضرتك بتقول بتدرب. طيب في بنات مع حضرتك في التدريب؟ لا، انا الجيم بتاعي في كوره خلاص، فما فيش بنات في قرية. في قريه، فهالبنات عادي ينفع تتمرن، بس لازم يقدر يصرف. ينفع بتوصل لمرحله بتوصل للجمهوريه والعالميه؟ لا لا لا، البنات انا وجهه نظري كمجتمع شرقي ما ينفعش تلعب بطولات. والست هي تظبط جسمها رياضه، رياضه تخسس جسمها، تظبط جسمها، تقوي اعصابها. انما لو وصل عضلات جسم، انما لو وصل جسمها لكمال الاجسام ما ينفعش هي تعمل عضلات. هي ما عندهاش هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره اللي مسؤول عن بناء العضلات. طب احنا اللي بنشوفهم بره دول ايه؟ دول بيبقوا مدخلين هرمون ذكوره من بره، ما عندهمش هو الهرمون ده. يعني مش يعني لا، ما ينفعش هي الست تعمل عضلات لما تاخد هرمون خارجي. قبل ما نختم، حلمك ايه؟ ايه اللي عايز تقوله للدوله؟ ايه اللي عايز تقوله لوزاره الشباب والرياضه؟ والله عايز اقول اللي يعني ان يبقى فيه اهتمام شويه وفي دعم للعيبه، لان اللاعب مثلا لما بيجي يلعب او بيبقى عنده طموح في لعبه كمال الاجسام، فطبيعي حاجه من الاثنين، لا يلعب ليوصل لمرحله معينه ما هو مش ملاقي دعم، وبيبقى كده ممكن ما يكملش. كابتن عمرو موسى، والله نفسي يبقى فيه دعم، عندنا خامات حلوه، يعني كابتن زي كابتن محمد نصر تامن عالم، لو في دعم يعمل اول عالم. مفيش، انا لو في دعم هعمل، يعني انا امكانيات كل ما بتسمح كل ما بجهز اكتر وفتره اطول. انا اكتر فتره جهزت فيها شهرين، نفسي اجهز 6 شهور. بس الدوله تدعمها. ابن مركز البدرشين، قريه الشمباب، الشبك الغربي. الشبك الغربي، الكابتن تايسون منيب، حلمك ايه يا استاذ رشا؟ انا حلمي ان الدوله تبص للشباب اللي زي الفل ده وغيرهم. شكرا. كتير ونتمنى بجد بجد ان يبقى لعبه كمال الاجسام توصل لاعلى من كده، ويبقى ليها دور مهم جدا عموما مستوى الرياضه، ويعني الرياضه عموما وكمال الاجسام بصفه خاصه. اعزائي المشاهدين، ربنا يوفقكم يا رب. انتهت حلقتنا النهارده، على وعد ان شاء الله نكون مع حضراتكم الجمعه القادمه مع قضيه من قضايا الاعتداء على اراضي واملاك الناس. اكمل قرطاب يعتدي على أرض ورثة من نزلة أبو النمرس، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.